أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا الأخ أحمد، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ؟ نعم تفضل. لو سمحت عندي سؤالين. نعم تفضل. السؤال الأول لفضيلة الشيخ، هل يوجب استقبال القبلة أثناء قراءة القرآن أو أثناء الدعاء؟ يستحب. يستحب استقبال القبلة عند قراءة القرآن أو الدعاء، هذا مستحب وليس واجباً.